دلوقتي بنتكلم يعني ان احنا معانا بطوله افريقيا واحنا متالقين، ويعني في حاجات الواحد بيكتشفها جديده عن 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 اهل بلده او عن الرياضيين في مصر كمان. واحنا لو هنتكلم عن ان الشطرنج كمان تعتبر يعني رياضه، لان هي رياضه ذهنيه بشكل كبير جدا، فخلينا نعرف من حضرتك دكتور شام تفاصيل اكتر، وازاي احنا متفوقين قوي كده، ايه برضو الاستراتيجيه اللي ماشيين عليها. هو حضرتك طبعا انا سعيد المره الثانيه اكون في قناه الاهلي خلال شهور قليله، وده شيء يسعدني طبعا. الشطرنج كان عندنا بطوله افريقيا من حوالي شهرين تقريبا، كنت اول عوده لبطوله رسميه على مستوى قاره افريقيا في رياضه الشطرنج، خاصه بعد توقف كورونا بقى لنا حوالي اكثر من سنه متوقفين. رغم ان الشطرنج ما كانش متوقف وكان مستمر اونلاين وكده في فتره كورونا، لكن كانت اول عوده برضو الشطرنج كان في بطوله افريقيا ورحنا شاركنا فيها، والاول مره الحمد لله تاكيدا للتفوق المصري على مستوى قاره افريقيا نجحنا ان احنا ناخد المراكز الثمانيه الاولى. هايل بجد يعني. دي حاجه يعني وانا وكريم بنقرا الموضوع والخبر وكده، يعني بجد كنا بنتكلم في ده يعني دي حاجه، يعني احنا كده قفلنا البطوله. أيوة. دي حقيقه، دي حقيقه قفلنا، جبنا ظرافه وجينا. يا رب دايما الحمد لله. والاول مره 8 لعيبه لاعبين ولاعبات يمثلوا قاره افريقيا في بطوله كاس العالم اللي كانت في سوتشي في روسيا، والحمد لله برضو عملنا فيها نتائج كويسه، والدكتور باسم سمير اللي هو مصنف الاول قدر لاول مره لاعب افريقي يجتاز للدور الثالث وعمل نتائج كويسه جدا، وخرج من بطل فرنسا إتيان باكرو في الدور الثالث.